خلينا نحط انه هنا والنوت. ها ذولي راح يطلعون. اخ 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 يابا 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 يابا. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ صارت صدق شو؟ اوكي 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 انا عندي الحل لهم. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100+. رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة Plants vs Zombies أو النباتات ضد الزومبي. واللي متابعين وياي هاي السلسلة يعرفون بأن احنا قدرنا نخلص الفصل الأول اللي اسمه Day النهار بعشر فصول، ووصلنا إلى الفصل الثاني اللي اسمه نايتس. نايتس هاي من الشكل مالته المرحلة الأولى الليفل 1 بها هذا زومبي جديد لابس نظارات يعني. الجد الجد مال الزومبيز هذا، الجد الجد مالتهم. أوكي زومبي الجد نسميه. أوكي فخل نلعب هاي المرحلة ونشوف النباتات شو راح تسوي ضد الزومبيز. يلا اوكي شباب، مثل ما تعرفون اجانا هذا شو اسمه، نسيته شو اسمه، ايفنينج 100، الدنيا ليل يعني صارت. اوكي تاب تو كونتينيو. ذوز زومبيز جاست وونت ليت اب ويل ذي، يعني هاي هؤلاء الزومبيز ما راح يستسلمون. اوكي يول نوتس ذات فايتينج زومبيز ات نايت از ديفرنت ذان ان ذا داي، يعني انت تعرف بانه مقاتلة الزومبيز بالليل يختلف عن مقاتلتهم بالنهار. خلينا نشوف بلا شنو الاختلاف. For one, you won't get any sun falling from the sky. صحيح، يعني مثلا يقول لك انه ما عندك هذني الشموس شباب، هذني تنزل اللي عبارة عن طاقة اللي تنزل من الشمس من السماء، ماكو بعد هذه الشموس، فالصراع صعب طبعا. اوكي you can still get suns from sunflower تبقى تستمر انه تحصل شموس من السن فلاور اللي هي الزهور، زهرة عباد الشمس. اوكي and lucky for you you got yourself some puff shrooms. انه انت محظوظ لانه عندك انت هاي البوف شرومز اللي حصلناها من نهاية يمكن المرحلة الاخيرة مع الفصل الاول. اوكي plants as many of those as you can and you'll be a good. والله يضحك حتى بالحكي مالته يضحك، يقول لك ازرع ايش قد ما تقدر من ذولي، يعني الشرومز اللي هن ذني الافطار، وتتكون يعني اوكي مضبوط اموراتك. اوكي تاب تو كونتينيو. اوكي اوكي شباب بلشنا، هاي موجود الزومبي جد موجود واحد، والبقيه الزومبي العاديين. اوكي شباب طبعا اخذ اول شيء الزهور، وما اخذ المدفع ابو ال100 ما يفيد، اخذ هذا المدفع ابو ال175 والولنات اللي هو الجوز، واخذ هذا طبعا هو نصحني به واللغم، وش اخذ بعد؟ هذا يفيد، هذا يفيد في بعض الاحيان يمكن. اللغم لا اخذته بمكانه. اوكي اللغم مكانه، اذا ناخذ ابو ال100 لان ابو ال200 ما اعتقد راح، خلنا ناخذ ابو ال200. يلا خلنا ناخذ ابو ال200. اوكي اوكي نقول له بلاي. اوكي اول ما نبدي طبعا هاي شنو هاي، هاي ظهرت شغلات. اول ما نبدي طبعا بالزهور، نزرع الزهور طبعا مثل ما قال شباب انه المرحله راح تصير اصعب من هذه. ليش؟ لان تشوفون شموس ما تنزل من 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 السماء. اوكي هسه راح تعطيني شمس هسه، هاي اول وحده طبعا. اني صديقتي الولنات، الولنات هي راح تنقذني هسه. شوف راح يجون الزومبيز، ف يلا 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 يا زهرة يلا طيني شمس، طيني شمس عافية. شو شو سوي طيني شمس؟ هاي شنو هاي؟ أدري شنو هاي؟ شو بسرعة؟ هذني لازم نزرعهم صدق، تذكرت هو قال لي على ذني. نسيتهم نسيتهم شباب، الظاهر ما راح نربح هاي المرحلة إذا ما نزرع ذني. اوكي 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 اي شوفوه هنا اللي ضربا عليه. اوكي خلينا نزرعهم هنايا،
هنشوف هاي شو وقت راح تطينا بعد. يلا يا زهرة، يلا يا زهرة. طبعا هسه الأولوية للولنات، حتى لو يضرب هذه اي لا، زين زين زين، قدر 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 تتوقع هذا الزومبي. اوكي تشوفون شباب المرحلة هاي صارت اصعب طبعا، لحد الان انا زارع زهرة واحدة بس، هاي يعني ما صايرة. اوكي ولنات خلينا نخلي هناية، اتوقع راح يجون من هناية. اوكي وننتظر هاي الزهرة. خلينا نزرع من ذني الشرومز الافطار. اوكي رأسا ضربنا، بعد نوبة اللخ نزرع من ذني الافطار. اثنين اعتقد كافيات، ومو كلش اعتقد راح نحتاج المدافع، بس هسه هاي المرحلة شوفوا، هاي المرحلة هناية انتظر الولنات على مود اضرب هذا الزومبي هذا اللي يجي من هناية. ده الضربة هذه بس ما تلحق عليه، خلي احط الثانية هناية على مود لياكلها. اوكي يلا يا شمس، اي باع فلشته فلشته كل الزين. اذا نخلي خطين دفاعيات هناية، وهاي الزهرة نخلي ولنات هنا. اوكي هناك ما عندي، هناك ما عندي هناك عندي بس الزهرة. يلا هسه هاي راح تتولاهم. اوكي يلا هاي الثانية. شباب لحد الان زارع بس زهرة واحدة بس، اعتقد يعني الوضع ها اجى هذا الزومبي الجد. الزومبي الجد ما اعرف شو يعني شو يسوي، بس شكله هيك يعني، شكله هيك مو راحة شكله راح يصير عصبي يعني ويضوجني. اوكي خلينا نحطه هنايا زومبي جد. شو صار بس الزومبي جد؟ شو السالفة؟ شنو اللي صار؟ اوكي هنا زومبي جد وهنا زومبي جد، هواي زومبي جد. خلينا نزرع زهرة ثانية. هذا شوفوا شلون صار عصبي؟ اللي يصير عصبي، اذا يصير عصبي انا زرعت زهرة ثانية هسه شباب. هنا احنا هسه مسيطرين بذني على الماء نسوي. ها راح يعني المرحلة وصلنا والله بيها، خوش مرحلة. اي اوكي اوكي. اوكي هذا الزومبي جد ايضا هنا راح يروح. طبعا شباب احنا يعني نحب الجد، بس الزومبي جد لا ما نحب. اوكي يلا يا زهور، يلا يا زهرة، يلا اعطيني شموس على مود نزرع بعد زهور. واحنا بعدنا يعني مو بادين، تشوفوا المرحله قصيره احسها، بس هي طبعا هي هم طويله، بس يعني بعدنا ما مكملين، لا زارعين مدافع ولا مسوين اي شيء. خلينا نزرع هنا ولنات. متكفي متكفي الوقت مالتها، ما يكفي المرحله. اوكي شمس، شمس اخرى، ونزرع زهره خامسه. اوكي شباب تقريبا احنا هسه مسيطرين. خلينا نزرع هنا هاي الشروم هنا على مود نكون فعلا مسيطرين. هسه شو نسوي؟ هسه ننتظر الزهور، ننتظر الزهور. خلينا نزرع لنا سترا ثاني مال الزهور، بما انه احنا معتمدين بس على هذا الشروم شباب. يقول لك هسه هيوج ويف اوف زومبيز ابروتشينج، يعني وجبه كبيره مال الزومبيز راح تجي. خلينا نحط لنا هنا ولنات. ذولي راح يطلعون. اخ 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 يابا 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 يابا، هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ صارت صدق شو؟ اوكي 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 انا عندي الحل الهم، عندي الحل الهم، وهو هاي القنبله. يلا يا قنبله اوبا، يلا فجرتهم، عافي عليك يا قنبله. وهنا بعد نستمر نحط الشروم. اوكي زهور بعد، بس اعتقد بعد ما نحتاج لانه وصلنا، اعتقد راح نوصل للنهايه. هذا الزومبي جد، اي مو قلت لكم خلصنا زومبي جد يصير عصبي. اوكي شباب خلصنا هاي المرحله، حصلنا سيف يور ماني. ايش حصلنا هنا؟ يقول لك سان شرومز gives small sun at first and normal sun later. ها بالبداية أول ما تزرعها تعطيك يعني sun صغيرة، يعني طاقة قليلة، وبعدين تكبر يمكن وتعطيك يعني شمس اعتيادية. ورخيصة شباب 25، أرخص من الزهرة لأن ذيك ب50. أوكي continue. أوكي شباب الليفل 2، الليفل 2 نحصل من عنده هذا، ما أعرف شنو هو، بعدين نشوفه بنهاية الليفل 2. اوكي نقول له بلاي.
اوكي شباب، المرحلة الثانية راح تتكون طبعا من زومبي مثل ما تشوفون. راح يكون الزومبي اللي لابس هذا الكابوس مال المرور، والزومبي اللي لابس سطل، والزومبي الجد. اوكي، فاحنا ايش نختار؟ نختار اعتقد اختيارنا راح يتركز على هذا طبعا. اول شيء الشروم، المدفع ابو المية، الزغير، وهذا الشروم الثاني يعطينا شموس والزهرة والقنبلة والولنات. اوكي ذني فقط، اي ذني فقط، خلنا نقول له بلاي. شباب هذا الشروم احنا اول شيء خلنا نخلي هذا الشروم كخط دفاع، بس اول شيء نزرع شمس ونخلي هذا الشروم كخط دفاع، نخليه هنا لان اعتقد انه هو من جهة قريبة يبدي يشتغل على الزومبيز. اوكي فخلنا نخليه هنا كخط دفاع، وهنا نخليه لعملية انتاج الشموس باعتبار انه ما عندنا احنا شمس، يعني الشمس تجي من السماء ماكو. شوفوا شباب، شوفوا هسه لحد الان ما ضارب عليه هذا، شوفوا اول زومبي هسه بدا يضرب عليه، اعتقد 3 بلوكات يبدي يضرب عليه، لذلك طبعا هذا عندنا راح يروح بالخسائر، بس احنا ننتظر الولنات تجينا. اوكي لكن قدر انه يضربه، كل الزين قدر انه يفلشه. يلا يا شموس، يلا يا شموس. اوكي اوكي شباب، انا ايش راح اسوي؟ راح اخلي خط ثاني لي من هذا الشروم للدفاع. اوكي على مود يلحقون على الزومبيز، وهنا ايضا اخلي خط ثاني، والشموس قاعد تجينا، خلينا نزرع زهره ثانيه. اوكي على مود نكون مسيطرين، واعتقد هاي الخطه جيده. اوكي شفتوا هذا تفلش هسه، هنا ايضا خط ثاني، بس هناك لحد الان ما عندنا ولا شيء. طبعا هسه هم راح يدزون، لا بعد ما ازرع من هذا الشروم اخليه هناي. اوكي وزهرة اخليها هناي. اوكي اوكي هذا راح يتفلش، لو لا يتفلش كل الزين. هسه شباب شو نسوي؟ هسه نخلي هنا شروم، لا خليته غلط، المهم نخلي ولنات هناي على مود ذولي يكونون مسيطرين. زهرة بعد هناي، وهذا خلينا نخليه هناي. اوكي الظاهر راح يعني ما راح نستخدم المدافع. اوكي هسه اني اقدر اسوي مدافع، لكن زهور احتاجها واحتاج الولنات ايضا. اوكي تشوفون ما عندي مشكله بالشموس هسه حاليا، صارت ما عندي مشكله بالشموس. خلينا نخلي هنا زهره بعد على مود نسيطر. اوكي هذا الزومبي جد صار عصبي الزومبي جد. خلينا نخلي لنا هنا ولنات بس ما قدر. اوكي ناخذ الشموس ونزرع هنا طبقه ثالثه، سرعة ثانية العفو، من الشروم، وهسه دتجينا الشغلات بشكل مو طبيعي. اوكي هسه احنا هسه راح يجونا ذولي اللي لابسين كبوس هذا مال المرور، فلازم ننتبه لهم ونزرع لهم ولنات، وهنا يبدون يزيدون طبعا. اوكي اعتقد بهذا السرعة الثالث لازم نخلي مدافع، فهسه هنا نخلي هذه دشوفون هسه احنا وقت الانفجار. يلا يفجره، لانه احنا كان المفروض نحط غير شيء. يعني هنا هذني الشموس، دشوفون شباب ذني الشروم كبرا وقاموا اعتقد يطن شمس كامله. اوكي هسه هنا ما عندي اي خليت واحد، وهسه راح اخلي الثاني، شوف الشموس قد هوايه كل الزين. اوكي خلي هسه ابدي اخلي مدفع هناي ولو هو ابو المية، وهنا خنخلي ولنات. اوكي هسه اعتقد احنا سيطرنا، هاي اخر زهرة نزرعها، وبعد هنا مدفع، وهناي شروم. هيوج ويف اوف زومبي بقى عندي بس هناي. بعد الشموس ايش قد؟ بعد الفلوس قد صارت. اوكي هسه احنا مسيطرين، بس احنا شنو ايش يحتاجنا هذا نشيله. اوكي ونخلي مدفع بمكانه، ويحتاج نخلي بعد مدفع هناي. هنا ما عندنا شروم، ما يصير cannot plant on graves. اوكي خلينا نخلي لنا هناي هاي ولنات على مود تساعدنا، بس اعتقد احنا هسه اوكي يعني مسيطرين. هاي كوينز ناخذها، وبعد خلينا نخلي هنا شرومز. اوكي
هسه هاي خلينا نشيلها ونخلي بمكانها مدفع. اعتقد المدفع اقوى من الشروم. ناخ نخلي الشروم والشموس عندنا. باع الفلوس قصارت 1000 وكسور. اوكي خلينا نخلي لنا هنا مدفع. هو طبعا اني هسه مو راح هنايا هذا يفلش هذا بالنص الزومبي، فخلي مدفع وخلي الولنات قبل ال لا ما فلشها. المهم يعني لانه الولنات لازم تكون خط الدفاع الاول. اوكي شباب هسه احنا مسيطرين كلش كلش كلش. اوكي والنوت هنخلي هنايا. اوكي كوينز و هسه شنو هسه هاي الولنات هنشيلها ونخلي بمكانها مدفع. اي هسه احنا اعتقد اوكي كوينز. اوكي هسه احنا بالسيف سايد يا شباب. اوكي شنو رايكم شنو رايكم بهاي الخطه؟ هسه خلينا نخلي بعد هنايا ذني الشرومز، خلينا نخلي هنا مدفع. يلا احسن احسن يعني مقاعدين. وهنا خلينا نخلي والنوت. اوكي اوكي بقى الكوين صارت 1600 وكسور. اوكي 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 الشموس بدا لحق عليها ما شاء الله. اوكي اوكي هسه انا يعني تحين الفرص كل ما يريدون يفلشون فد شيء فاحنا نكون لهم بالمرصاد. نحن النباتات اقوى من الزومبيز. اوكي والشموس ده ساعدنا. اوكي فلش هذه. هسه شنو نخلي؟ نخلي هنا مدفع ونخلي والنات هنايه. اوكي هسه هذه احنا بعد صرنا unbreakable يعني كلش ممتازة هاي السالفة. اوكي خلي انا اريد هذه يفلشها. انا اريد يفلشها هناية. اوكي فلشها مو مشكلة. اخلي هنا سانتظر الولنوت. يلا يا ولنوت. اي يلا يا ولنوت. اي يلا يا ولنوت. يلا يا ولنوت. الولنات اكثر شيء يعني ما تطلع. خليها هنايا هاي الولنات ونخلي المدفع هنايا. هسه احنا اوكي اوكي فلشها لهذيك ايضا. عم نسوي نفس الخطه بس ما تقدرون يفلشوها. اه هيوج ويف اوف زومبيز. اوكي اوكي شو اسوي هسه اني شو اسوي شو اسوي بعد راحت الخطه شباب. ها آه ذولي بعد راح يطلعون اعتقد. ذولي راح يطلعون اي من الجريفز. شفتوا شباب شفتوا شلون طلعوا؟ فخلنا نخلي كل شيء نقدر نخليه. اوكي بعد ما نقدر نخلي اي شيء. اوكي شباب هجوم هجوم صار علينا. يلا اي خلينا نخلي هنا هذا مدفع. اوكي هذا هنا اللي انفقدناه. بعد شو نسوي؟ خلينا نخلي قنبله هنايا. وين نخلي قنبله؟ يلا اذا فلشوها خلينا نخلي قنبله هنا. باع الفلوس قصارت عندنا. بس ما اعتقد يقدرون شباب ما اعتقد يقدرون لان احنا هسه احنا عندنا دفاعات وعندنا اي خلينا نخلي قنبله هنايا. روح الله وياك. شباب خلصنا المرحله. كل الزين وحصلنا هذا الشيء اللي هو قيمته 75. اوكي اسمه فيوم شروم شوتس فيوم ذات كان باس ثرو سكرين دورز. يعني تقدر يعني يضرب شغلات. ما اعرف والله شنو الشباب فيومز. يضرب شغلات المهم تخترق الابواب او الابواب الزجاجيه او هاي الابواب الحمايه ما اعرف. المهم شباب هسه احنا لعبنا مرحلتين. اي لعبنا مرحلتين. خلينا نرجع ونشوف لان اني هنايا اكو مراحل اخرى واكو بونس جيم. اوكي البونس جيم احنا قلنا كل مره نلعب مرحله. خلينا نشوف البونس جيم اول شيء. خلينا نشوف البونس جيم هنايا. To get your day started, wanna play? Okay. خلنا نلعب bonus game ونشوف بقية الشغلات جزء الحلقة الجاية لو هسه يعني. Okay شباب. هاي المرحلة مثل ما شفنا بالحلقة السابقة اللي هي مال ذني الجرات اللي بين زومبي. انت حظك وش يطلع يعني. فخلنا نلعب ونشوف. أول شيء نفتح هذه. Okay هذا مدفع نجيبه هنايا. مدفع ثاني نجيبه هنايا. زومبي. اوكي هذا خلينا نجيبه هنايا. اوكي هذا زومبي. هذا هم خلينا نجيبه هنايا. اوكي مدفع زومبي. هذا خلينا نجيبه هنا ونتخلص من عنده. هذا خلينا نجيبه هنا اكيد هنا راح يطلع لنا زومبي. هذا هنا مدفع. هنا زومبي. هاي هنا مدفع. هنايا هذا ايضا. يلا
خلصنا من عنده عافية. More vases incoming. One of three waves clear. أكو ثلاث موجات يعني هاي الموجة الأولى. شباب هاي الموجة الثانية اللي هم مسميها يعني وجبة ثانية. هذني الفازز الخضر اللي هن يعني الجرات الخضر هن يعطيك إياهن يعني سلاح إلك. أوكي يعني هذني إذا دوسن أكيد يطلع لنا صالحك عبارة عن plants يعني نباتات. أوكي فنفتح هذا أكيد راح يطلع لنا مدفع. نفتح هذا راح تطلع لنا هاي الشغلة. أوكي نفتح هذا زومبي هذا راح يخلصنا من عنده بس هذا لا خل نفتح هذا. أوكي خلي خلصنا هذا من عنده. أوكي هنا مدفع خل نخلي هنا مدفع ثاني. أوكي هنا مدفع آخر هنا مدفع. هسه كملنا سرعة كامل مال مدافع. هذا 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 كلش مزعج شباب. خلي خلصنا هذا من عنده. إيه زين خلصنا من عنده. خل نخلي هذا هناية. هذا مدفع ثاني. زومبي مدفع آخر. نحط سرعة ثاني. وهنا مدفع لاخ. اوكي هسه احنا شباب ومسيطرين اعتقد. اي قبل لا يوصلون للهاي اصلا راح نقتلهم. More vases incoming. Two of three waves clear. اوكي خلصنا وجبتين. هسه هذه المرحله الاخيره من هذه الجيمز يعني البونس جيم. هذا اني قلت لكم راح تكون لا هذا مرت ضرباني. المهم خلينا نخليه هنا. هذا اللي رجع بالعكس شباب. هذا المدفع هذا ايضا رجع بالعكس. خلينا نخليه هنايه. وهذا مدفع. اوكي هذا شنو هذا زومبي مدفع. اوكي هنا هذا اللي رجع بالعكس. خلينا نخلي نسره كامل. هذا اللي رجع بالعكس. هذا مدفع هذا مدفع. زومبي هذا راقص. هذا اوكي هنا مدفع. واو 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 ذولي طلعوا ذولي شنو. اي هذا زين رجع بالعكس بس هذا شنو ذولي جوي. اوكي شباب اوكي خلينا نخلي هذا بمكانه هسه. خلينا نخلي هذا اي زين فلشه اوكي خلينا نخلي هذا اللي رجع بالعكس. هذا زومبي هذا مدفع. اوكي هذا زومبي هذا هذا اللي يفجر كل الزين. هذا المدفع خلينا نخليه هنايا. اوكي هنا زومبي هوايه. اوكي خلينا نخلي مدفع هنايا ولا هم راح يرجعون بالعكس. اوكي هنا تو زومبيز. اوكي شباب اعتقد احنا هسه حاليا مسيطرين لان قسم يعني واحد ياكل بالثاني. ذولي زومبيز تشوفون ذولي يم المدافع اثنين الزرق اللي جوه واحد ياكل بالثاني. اوكي وذاك راجع. واعتقد راح نكمل. اوكي حصلنا شباب حصلنا نقود. شكرا يا اصدقائي هاللعبه. اوكي شباب كملنا مرحلتين من البونس جيم. اوكي بس هسه انا قاعد اباعوا الوقت اعتقد على مود يعني لا تطول الحلقه يعني هسه. اوكي اعتقد الحلقه فمرحلتين ومرحله من البونس جيم وكو هنا more ways to play ان شاء الله نشوفها بالحلقه الجايه. فلهنا وصلنا الى نهايه الحلقه الشباب. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع بين اصدقائكم ونشوفكم خير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100 بلس. مع السلامه. وهذا الزومبي يفتح ويغمض بعيونه. أول مرة انتبه له.